The Closed Sessions هو عبارة عن يوتيوب شو له دخل بالموسيقى البديلة يعني محليا وإن شاء الله رح يكون قريبا بشكل عام يعني خلينا نحكي المينا ريجن الشرق الأوسط وممكن أبين شوي هيك بتفلسف بس ممكن تشوفوا هذا الاشي انترناشونال بعد كم سنة فكل الفكرة طلعت موضوع الخزانة عشان يعني كل ارتست بلش بغرفته at some point يعني ما في حدا انه والله عطول راح على استوديو وسجل اول اغنية له لا كلياتنا قعدنا بغرفنا حطينا الميكروفون جوا الخزانة عشان انه نازل الصوت فمن هون الفكرة اجت بكل بساطة بتمنى شو عم بيعجبكم راح تشوفوا سوالف كثير غريبة along the way بهذا الدوكيومنتري نسيت احكي لكم انه هذا فيلم وثائقي عن The Closed Sessions والداعم الرسمي لThe Closed Sessions هو مؤسسة عبد الحميد شومان يعني بنوجه لهم تحية كثير كبيرة انا اسمي صاطي وبتمنى نشوفكم ونسمع منكم قريبا كل الحب سلامات عز شو الوضع؟ لا 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 قاعدين بنركب الإضاءة الشب تبع الإدت هذا بيعمل مونتير مونتير بالضبط ايوه الكاميرات شادة عدوان الدي بي فيها تأخر من يتأخر شغلنا سمايل recording, y'all. I know. I'm on TV. Yeah. 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 أعلى علامة جبتها كيمياء صراحة 105% 10 Would all due respect تبين عليك صح؟ تعال على اللاب عندي تخيل انت لا مرغبت الشاشة مصرية بس صوت راسي كان دويمة بس أحمر لونه مش مزح لا هو ما انه شوي بدي اعيط وصوت والله انه بعد 5-6 سنين طلع هيك قاعد بصور كل شو قاعد بعمل Yes. Hi.
مرحبا احنا زياد خليل ومحمد استنونا على The Closet Sessions. اسم الباند وين؟ Okay, one more time. يا هاي when you take too far. زوم إن على رجلي أمينة. أيوة. نقرب شكلك أحمد. والله أنا مقرب اليوم. ما حد صورني. قول تاني. أوي. والله تايلر منور ال. والله تايلر صاحب المباراة. هذا كله غلط. مرحبا انا سارة صلاح production coordinator على The Closet Sessions. بصراحة it's a bit surreal to be in this area right now. راح يا عبد الودود ده اندر كفر اليوم عشان واحد يعرف. لا لا انا ما حدا يعرف. لا مستحيل يعرف. مستحيل تنعرف. خرب ايش بتعمل؟ وبعدين بدي اعمل مساحه. انا احمد زعبي شوفوني بالخزانه. تمام. ممتاز. استنى هلا ضايل شيء مهم. And we done? Yes. We're done. بس ضايل صورة. Okay, it's a wrap by the way. It's a wrap. It's a wrap guys. انت اخر واحد مصور. خلاص. That's it. It's over. It's a wrap. Yeah, we're done. It's a wrap.